كما شهدت مدينة الميادين بطولات أجدادها، تشهد اليوم انتفاضة أهلها منذ انطلاق الثورة السورية في 15 من آذار، حيث هب سكانها يطالبون بالكرامة والحرية. الميادين مدينة سورية تابعة لمحافظة دير الزور، وكانت سابقا تسمى الرحبة، وهي موقع أثري هام في منطقة حوض الفرات، ويبلغ عدد سكانها نحو 60,000 نسمة، ويعمل الكثير منهم في الزراعة والتجارة، وتشتهر بمواقعها الأثرية الهامة كقلعة الرحبة الشهيرة. جاءت تسمية الميادين من ميادين القتال، حيث أن المدينة لها جذور تاريخية قديمة جدا، وشهدت ساحاتها معارك عديدة. في الجمعة العظيمة خرج سكان الميادين في مظاهرات حاشدة قاموا فيها بكسر جدار الخوف وتحطيم تمثال الرئيس بشار الأسد الذي اعتبروه رمزا للاستبداد، ولم تخلو هتافاتهم من التأكيد على وحدة الشعب السوري. مدينة الميادين تحدت النظام وخرجت في مظاهرات جمعة التحدي على الرغم من زخ رصاص النظام وأجهزته الأمنية التي انهالت على كل من طالب بالحرية. وقد وصل التعبير عن سخط بعضهم على النظام أنهم قاموا بحرق صورة بشار الأسد ورجاله المعلقة على مدخل المدينة. من القامشلي لحوران، الشعب السوري ما بينهان، هكذا خرج أهل مدينة الميادين يهتفون في يوم جمعة أزادي. وفي جمعة حماة الديار انطلقت التظاهرات الحاشدة لتندد برفض الشعب للمذلة، وتكريما للطفل الشهيد حمزة الخطيب الذي عذب وقتل على يد الأجهزة الأمنية. قام أهل الميادين في جمعة أطفال الحرية بتغيير اسم مبنى الحزب البعثي ليصبح مشفى الطفل الشهيد حمزة الخطيب، كما استبدلوا اسم ساحة باسل ليحل محله اسم ساحة الشهيد حمزة الخطيب، في تعبير بليغ عن المروءة التي ثارت في عروقهم لمرأى مصير الطفل حمزة. مدينة الميادين قدمت شهداء أبطال أبوا الخضوع للذل والمهانة، ومن شهدائها كان البطل محمد توفيق الدحام الذي استشهد في اعتصام دير الزور وتم تشييع جثمانه في جنازة مهيبة. لم يسلم سكان الميادين من توغل السلطات السورية في استخدام كافة السبل لإخماد صوت الحرية، وهنا نرى معاناة السكان كغيرهم من سكان المدن السورية التي لم تسلم من بطش النظام. سكان مدينة الميادين أسقطوا شرعية النظام مثلما أسقطها العديد من سكان المدن السورية، وذلك في جمعة إسقاط الشرعية، حيث اعتبروا أن النظام سقط مع هدر أول دم ثائر. هنا تتجلى بسالة أهالي الميادين الذين استطاعوا إخافة الشبيحة فيشهدوا جبنهم وهروبهم، وذلك عند جسر المدينة. شعب لبسون حدوده وعايش في أرض جدوده، بده اللي هو بريده يمسك فرصه.